أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص، نناقش فيها الوضع الحقوقي في العراق بعد 15 عاما من الاحتلال، مع الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يونمي، الأستاذ طاهر بومدرا. أهلا بك أستاذ طاهر. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع حضرتك بقراءة عامة للوضع الحقوقي في العراق بعد 15 عاما من الاحتلال. واضح أن الوضع صعب للغاية، وما زالت الظروف الأمنية لا تسمح يعني لأي محقق مستقل أنه يقوم بتحقيق من أي أحداث تقع في العراق نتيجة التوتر الأمني الموجود، رغم أن كل من الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية يصرون على أن الأمن والاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان استقروا في العراق، وأن الآن دولة ناشئة في العراق تضمن حقوق المواطن. لكن للأسف هذه القضايا هي ادعاءات وصعب جدا التحقق منها على أرض الواقع. حضرتك كنت رئيسا لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق حتى منتصف 2012، استقلت 2012. نعم، حدثنا عن المكتب ودوره بداية قبل أن نتحدث عن تجربتك فيه. خلينا نقول علشان نفهم بالضبط مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. مهمتها ترتبط أساسا بالتنظيم للأمم المتحدة في نيويورك، يعني أن بعثة الأمم المتحدة في العراق هي مكلفة بمهمة محددة ومسطرة من طرف مجلس الأمن في نيويورك. فيعني أن مهام الأمم المتحدة تقررها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعليه فالبعثة الموجودة على أرض الواقع في العراق دورها مقيد للغاية، وكل ما تقوم القيام به هو مجال للمصادقة من طرف الحكومة العراقية. فلا يمكن، وبالخصوص بعد خروج العراق من تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن القيام بأي دور من الأدوار سواء في إطار تحقيقات أو في إطار مساعدة العراق إذا لم تطلبه الحكومة العراقية ولم يصادق عليه رئيس الوزراء العراقي. يعني إجراءات حكومية مقيدة ومعرقلة للعمل الحقوقي الأممي بالتحديد. بالضبط، لأنه بدون يعني رضا الحكومة القائمة كل التدخل الأممي هناك لا يمكن أن يعني يتحقق على الأرض الواقع في الميدان، لأنه لمجرد رئيس الوزراء يقول ما بدنا هذا التدخل أو هذه المساعدة انتهى الأمر. كانت لديكم مكاتب في أربيل، في ديالى، في كركوك، وفي البصرة أيضا. أيوة، في الأنبار كان لديكم مكتب هناك. لا، الأنبار ما يستحق بعثة من الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن الأنبار يعتبر منطقة يعني تشكل نوع من الاختلاف مع الحكومة المركزية في بغداد. أنت طلبت من الأمم المتحدة فتح مكتب للمكتب الحقوقي التابع ليونمي في الأنبار. هذا صحيح. ماذا كان رد الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة لا تريد أن يعني تقوم بأي شغل اللي ممكن يحرجها مع الأمم المتحدة يعني في نيويورك، باعتبار أن هذا القرار من صلاحيات رئاسة الوزراء العراقي، ورئاسة الوزراء العراقية لا يمكن أنها توافق على عمل لحقوق الإنسان في منطقة الأنبار للأسباب المعروفة. هذا كان الرد. هذا الرد المباشر يعني الكتابي والمباشر هو أنه الظروف الأمنية لا تسمح بإقامة بعثة للأمم المتحدة في الأنبار.
كنتم ترفعون تقارير سنوية أو نصف سنوية إلى الأمم المتحدة، كيف كنتم تجمعون المعلومات حول هذه التقارير؟ هل كانت لكم فرق خاصة تتحرك في العراق وتجمع المعلومات أم ماذا؟ في الواقع فيه يعني تحدي كبير لبعثة الأمم المتحدة في العراق فيما يخص جمع المعلومات والتحقق من مصداقيتها. صحيح أنه لمكتب الأمم المتحدة فروع في مختلف مناطق في العراق، بالخصوص في البصرة وفي كركوك وفي الموصل وفي إربل. الموصل بعد ما تكون مشاكل يطلعون يخرجون لكن يرجعون، يعني ففيه تغطية تقريبا واسعة للإقليم العراقي. في الحقيقة في الفترة اللي كنت متواجد بها في العراق كان ما زالت الظروف الأمنية صعبة للغاية، وحتى خروج الجيش الأمريكي من العراق كنا لا يمكن أن نطلع لخارج المنطقة الخضراء إلا بمرافقة عسكرية ثقيلة للغاية، ولم يكن بالممكن الاتصال مباشر مع النشطاء في المجتمع المدني من حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية، كان يستحيل تقريبا وتتطلب إجراءات مطولة واستغراق وقت طويل جدا للوصول إلى أي مكان أو يعني التواصل مع أي جهة. لهذا تعتمد الأمم المتحدة تقريبا كل الاعتماد على سواء مراسلات عن بعد أو عن طريق ما يسمى بالبريفينجز اللي يقوم رجال الأمن العراقية بتوصيله لجهات الأمم المتحدة، والذي ينتهي في النهاية في تقارير تقدم في إطار يعني إخبار أجهزة الأمم المتحدة بما هو قائم على أرض الواقع في العراق. إذا كان الأمر كذلك فما هي الحاجة لوجود هذه المكاتب في العراق أصلا؟ هو من جهة يعني لو نشوفه في 2003 كانت بعثة الأمم المتحدة سواء في عهد الإبراهيمي أو لاحقا ديميلو، هذه البعثات كانت تأسست على أساس قرار من مجلس الأمن رقم 1500، وتبعتها قرارات أخرى من بينها 1483 اللي تحدد المهمة، وتحديد المهمة هو لأغراض خاصة يعني يوافق عليها مجلس الأمن الدولي، وبالخصوص التحالف الذي قام بغزو العراق. فالمهمة لما تحدد بشكل أن نخرج المعلومات من العراق لتصل المجتمع الدولي أنه الحرب ضد العراق كانت مبررة وأعطت نتائج إيجابية. من بين النتائج الإيجابية أنه صارت في انتخابات متعددية ديمقراطية، وصارت فيه تداول سلمي على الحكم، وأن حقوق الإنسان ودولة القانون أصبحت مؤسسة. فهذه هي الرسالة اللي جاءت في تقارير مجلس الأمن لتكليف المهمة على أرض الواقع بتجهيزها. لاحقا في 2007 توسعت مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق، توسعت بقرار مجلس الأمن 1770. هذه المهمة تعطي يعني صلاحية واسعة للبعثة في مجال جمع المعلومات حول حقوق الإنسان وترويج لحقوق الإنسان وترويج لدولة القانون. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى عارفين أنه فيه تحدي أنه البعثة مقفل عليها في المنطقة الخضراء، فلا يمكن للبعثة بشكل حر ومستقل أنها تخرج من المنطقة الخضراء. ولما تخرج من المنطقة الخضراء تكون
مرافقة من طرف أجهزة الأمن العراقية. فيعني حتى لما تطلع لميدان وتقابل الأشخاص المعنيين ففيه رقابة من طرف أجهزة الأمن العراقية على البعثة وعلى الأشخاص اللي نتصل بهم. نعم. هناك إذن إشكالية في طريقة وصول التقارير إليكم أو في يعني المعلومات التي تصل إليكم. بعد وصول هذه المعلومات إليكم بغض النظر عن من أوصلها، صياغة التقارير أنتم في المكتب الحقوقي في يونمي، عندما كنتم تصيغون هذه التقارير لترفعونها إلى الأمم المتحدة، هل كانت هناك أي تدخلات أم تتم الصياغة باستقلالية وبدون أي تدخلات؟ صياغة التقارير في الحقيقة يخضع إلى إجراءات معقدة جدا، وممكن يعني تلخيصها في كلمة غربلة. يعني التقرير يتغربل مرارا ويتصفى من كل الشوائب، وبعدين لما يصير مرضي للجميع. أي شوائب مثلا؟ المثل أنه ولنا التقرير لازم يأكد ويعاود يكرر تأكيد أنه الأمن والاستقرار أصبح واقع حقيقي، يعني أصبحت الأمن والاطمئنان في العراق موجود، وهذا يعني يعطي مصداقية للتحالف اللي قام بالغزو. أنهم يعني يجني واليوم الثمار اللي أقاموا حرب من أجلها، وهي دولة القانون، استقرار والطمأنينة والرفاهية، إعادة بناء العراق. فهذا لما تبدأ تقرير بهذا الشكل، وهذا مطلوب يعني مش ممكن مخالفته. فلازم تذكر الأمور الإيجابية، وحتى إذا ما كانت إيجابية لازم تخلقها. لازم تخلق أمور إيجابية. قال أنه بين ناحية الأمنية الاعتداءات صارت في تناقص مستمر، والبناء والراحة والطمأنينة المواطن صارت في تزايد مستمر. فهذه هي المضمون. بعدين تفتح مجال ممكن تذكر بعد الهفوات هنا وهناك حتى أعطى التقرير مصداقية، لأنه لو كان يكون كله تمام يعني ربما الناس تشك في مصداقيته. أما لما تدخل من حين لآخر بعض الأمور بسيطة سلبية، فيقول أنه فعلاً هذا تقرير حقيقي. ذكر السلبيات ولا، لكن الواقع أسوأ بكثير مما تعكسه هذه التقارير. هل يمكن القول أن التقارير الأممية عن العراق تحديداً والحقوقية بشكل خاص لا تتمتع بالمصداقية؟ خلينا نعطيك مثال عن وضعية السجون في العراق. وأنت شاهدت هذه السجون وزرتها. السجون في العراق تديرها أكثر من 5 جهات رسمية وجهات أخرى غير رسمية، يعني الأحزاب السياسية، فيه بعض الأحزاب السياسية تدير سجونها الخاصة، في شخصيات مش حتى حزب، كيانات فرد له صلاحية حجز ناس والاحتفاظ بهم للمدة. رغم أن القانون العراقي ينص على أن وزارة العدل هي الوحيدة التي تراقب وتسير السجون، فنجد على أرض الواقع في المعاملة وزارة الدفاع لها سجونها الخاصة، وزارة الداخلية أخطر سجون تديرها وزارة الداخلية، واللي يدخل في سجون وزارة الداخلية يعني انتهى أمره. عندك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الأخرى تدير سجونها في خصوص الأحداث من لأقل من 18 سنة. فيه الأحزاب الكردية الاثنين اللي تصارع الحكم هي الأخرى عندها، فيه الأشاويس وفيه البشمركة عندها سجونها. ففي فوضى مطلقة لوضعية تسيير السجون في العراق، رغم أن الأمم المتحدة قدمت الكثير من التدريبات في كيفية تسيير السجون على أسس يحترم لحقوق الإنسان.
لكن على أرض الواقع الأمر يختلف للغاية، وبالتالي لما تطلع التقارير ما راح تضم الكلام اللي أنا حالياً أعطيه لك. الأمم المتحدة التقارير توصف السجون بالطريقة اللي على ما يجب أن تكون وليس على ما هو قائم. نعم. فلهذا التقارير صعب جدا الاعتماد عليها لرصد وضعية حقوق الإنسان في العراق. قبل منتصف عام 2012 حضرتك كنت مسؤول أممي في العراق وزرت بعض السجون، صحيح؟ أيوة. ربما الوقت لا يتسع لذكر الكثير من المشاهد والقصص التي ما زالت عالقة في ذاكرتك. ما أبرز ما علق في ذاكرتك من هذه الزيارات؟ أولا أعطي مثال بسجن أبو غريب، بعد الضجة اللي صارت حول أبو غريب وبعد يعني الانتقادات والتقارير اللي طلعت، فكان لابد من السلطة يعني التحالف أنهم يقوموا بإصلاحات في نظام القائم بهذا السجن. وعلى أرض الواقع اللي تم هو إعادة طلي الجدران بأبو غريب، أعطاهم يعني بدلة جديدة، لأنه البدلة القديمة كانت فيها كتابات رسوم أثر دماء أثر يعني التعذيب وكذا. فالإصلاحات اللي دخلوها أبو غريب عادوا طلي الجدران هذه الإصلاحات، وقال أنه في ضجة كبيرة إعلامية أنه أدخلت إصلاحات جدرية في سجن أبو غريب. قد يتبادر إلى الأذهان سؤال حول مصلحة الأمم المتحدة في التغطية على انتهاكات وجرائم ترتكبها قوات أمنية تابعة للحكومة وميليشيات موجودة في العراق، أي مصلحة أممية في التغطية على هؤلاء برأيك؟ هو ليست مصلحة في التغطية، هو مصلحة لتبرير الحرب. الحرب قامت بشكل يعني يتحدى الوضع القانون الدولي، والحرب تعتبر حرب ظالمة وحرب عدوانية. فالأمريكان عارفين هذا الوضع، والحلفاء أمريكا اللي غزاوا العراق عارفين هذا الوضع. فهم الآن من يعني خذ لك من وقت تسليم السيادة للعراق في 2000 جوان 2004 ليومنا هذا، أمريكا تصر على أنه في تحسن دائم للوضعية في العراق، وهذا اللي يخلي التقارير ويعني استعمال نوع من censorship في تقارير الأمم المتحدة، وحتى تقارير الديبارتمنت اوف ستيت يعني ما تطلع تعبر عن الحقائق الموجوده في ارض الواقع، وانما يتكلمون كلهم على ما يجب ان يكون بدل ما هو قائم. نعم. في الايام الماضيه صدر تقرير عن الامم المتحده يتحدث عن انتهاكات تنظيم الدوله في العراق، لكنه اغفل انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي. هل لك قراءه في اسباب هذه يعني غض النظر هذا؟ بصراحه انتم تابعتوا يعني اعلاميا كيف يعني بالخصوص ايام الحرب الاهليه في 2005، من 2005 فصاعدا نسمع وطلعنا أجهزة الإعلام أنه في عدد من الجثث وجدت مرمية في الشارع بكير في الصباح في الموصل في بغداد في أنحاء أخرى من العراق، ودائما هادو فيهم علامات التعذيب وهويتهم مجهولة. وهذا الأمر استمر يعني حتى اليوم ما زال مستمر. لماذا؟ لأنه فكرة داعش وسابقا القاعدة، بدل ما يعني التحقيق والتدقيق في من وراء هذه الجرائم، فمن سهل جدا أن أجهزة الأمن تقول تلقي المسؤولية على كان في السابق القاعدة وصارت لاحقا داعش. فأنا أطلب أنه هل هذه تصريحات مبنية على تحقيق تحقيقات يعني مستقلة وموضوعية
وخرجت بإعلانات يعني علنية. هذا دائما تحقيقات تكون مكتومة إذا كان تحقيقات. فبالتالي ما صار في الموصل، الوضع اللي صار في الموصل، الجرائم اللي ارتكبها الحشد الشعبي فتحسب على الأطراف الأخرى. هذه تسمى بعدالة الطرف المنتصر. الطرف المنتصر دعائيا وقانونيا وقضائيا هو اللي يفرض ما يريد. فكل الأخبار اللي تطلع، جرائم الميليشيات الموجودة، الجرائم حتى الأحزاب السياسية اللي تغتال يعني بعض الأطراف من حين لآخر، كل هذه الجرائم ما كانت فيها تحقيقات موضوعية ومستقلة، ولكن من سهل جدا أننا نشير للقاعدة ونشير لداعش. هذا الوضع صعب جدا ربما الذي ما زال مستمرا حتى بعد 15 عاما من الاحتلال. لو أردنا أن نتحدث عن المسؤوليات، من يتحمل المسؤولية بشكل رئيسي؟ هل هي الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، التحالف، كل التحالف الذي احتل العراق، الحكومة العراقية الحالية؟ كيف تتوزع المسؤوليات برأيك؟ القرار للدخول للعراق وإطاحة النظام العراقي ويعني تفكيك الدولة العراقية، من اتخذ هذا القرار هو حقيقة مسؤول عن ما جرى في العراق. ولكن بعد انتقال السيادة للعراقيين يعني بالخصوص بعد انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر 2011، فصبحت المسؤولية اليوم بيد العراقيين نفسهم. وما يجري خارج يعني استعمال القوة المسلحة خارج إطار الدولة فكله يعتبر ميليشياوي. فإحنا شفنا بدل من استعمال الجيش الوطني العراقي ضد داعش وضد الإجرام الآخر، كانوا جابوا هذا الفكرة بالحشد الشعبي اللي هي فعلا إعطاء شرعية لكل الميليشيات لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأنه كثير من الجرائم اللي ارتكبت ترقى إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية بناء على أنه الحكومة شجعت أطراف غير حكومية، يعني كيانات غير حكومية، كيانات إجرامية، على أنها تحرر العراق، وخلت المهمة الأساسية الدستورية للجيش يعني همشته، وصبحت الميليشيات صاحبة المهمة الأساسية في تحرير العراق. أنا ما أفهم هذا الوضع الحقيقة. نعم. طب الآن بعد مرور 15 عاما على هذا الوضع الصعب، هل هناك مجال للتفاؤل في المسألة الحقوقية في العراق والدور الأممي تحديدا فيه؟ شخصيا سأتفائل لما يتغير الدستور القائم حاليا في العراق وتتغير النظرة للمكونات العراقية على أساس بناء فكرة المواطنة وليس فكرة الكوتا في الدولة العراقية. بهذا نصل إلى ختام اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يونمي الأستاذ طاهر بومدرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء.